السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة بشرة شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. ولا كنت اول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد، طبعا فضلا منكم وليس امرا. وما تنسونيش من اللايك والتعليق الزوينة ديالكم اللي دائما كتشجعني. أمزازي يتدخل لإنصاف نورة التلميذة اليتيمة المتهمة بالغش. خليكم معايا خوتي حتى نهاية الفيديو باش تفهموا شنو واقع. أنا التلميذة منصوري نورة النزيلة بالقسم الداخلي بثانوية محمد الخامس التأهيلية الساكنة بدوار أيت بن صغير يتيمة الأب. أعيش أنا وأخواتي الثلاث في أسرة تعيلها والدتي. كانت أمنيتي أن أنال شهادة البكالوريا بميزة مشرفة، وأن أتابع دراستي بمعهد الصحافة والإعلام، وأن أساند والدتي وأخواتي، وأن أجعل روح والدي تطيب فخرا وتطمئن. أنا التلميذة منصور نورة أقدم شكري الجزيل إلى كل من ساند أو تعاطف معي وشاركني محنتي، وأعلن وأنا متأسفة جدا أنني قد قررت أن أغادر مقاعد الدراسة نهائيا، وأن لا أعيد السنة الدراسية لأن في ذلك اعتراف بأنني قد غششت. أنا التلميذة منصور نورة لدي رجاء أخير، أني على استعداد تام أن أقف أمام أي لجنة وأكتب موضوع الإنشاء الفلسفي نفسه الذي على ورقة امتحاني ولها أن تقارن. أنسحب بهدوء وأتركها وصمة عار على جبينكم. الحمد لله، بعد أن أعلنت التلميذة نورة المنصوري تخليها عن الدراسة بصفة نهائية بعد اتهامها بالغش في امتحانات البكالوريا، رغم كونها تلميذة نجيبة ونقطها تشهد لها بذلك، تدخل وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي من أجل إنصافها، وذلك من خلال إعطاء تعليماته لمدير الأكاديمية الجهوية بجهة خنيفرة من أجل تشكيل لجنة مختلطة والعمل على إعادة تصحيح ورقة الإجابة التلميذة صباح يوم الأربعاء. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.